السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمح لي أقرأ الكفة بتاعك؟ بص، أنت شخص هادي، وأنت شخص بتسمع كلام أبوك وأمك، وأنت يعني قدامك سكة سفر، هتسافر قريب والحاجات دي. كل الكلام ده تخريف، يعني أنا لو قاعد معاك ومسكت إيديك ممكن من خلال شكلك، من خلال التصرفات بتاعتك، أخمن لك حاجات في الماضي وأخمن لك حاجات في المستقبل وأقنعك بيها. تمام؟ دي مجرد بس إيه، ان انت بتتكلم كلام عام، يعني مش هتقول له انت مثلا كنت في مدرسة كذا كذا، او انت خالك اسمه كذا. تمام؟ الا لو انت مثلا سألت عليه وجمعت بعض المعلومات والحاجات دي، ده شغل دجل وشغل حل حوش وحاجات زي كده. او يقول لك بص الكورسشينة ويرصها لك ويروح قايل لك ايه رقم 7، يبقى انت مثلا عامل مشاكل كتيرة مع بعض قرايبك، في حد من قرايبك انت عامل مشاكل معاه. تمام؟ انا اكيد في حد من قرايبي عامل مشاكل معاه. مفيش حد في الدنيا غير لما تلاقي مشكله مع حد قريب، وحاول كده خليك تقعد تفكر لحد ما تلاقي حد. تمام؟ هو ممكن يكون لاحظ مثلا انت اتعصبت على البواب او على النادي اللي قدم الحاجه، فتستنتج ان انت من العصب اللي بيعمل المشاكل، وهكذا. هي بتبقى استنتاجات. او يقول لك هات القهوه اشربها لك، هات القهوه اقراها لك، فتشرب القهوه ويديها لك. ولو انت بدلت القهوة مع فنجان اي حد، حتى لو عيل صغير، حتى لو انت مش بتشرميتها، هيبص لك عليها كده ويقول لك بص انت في حاجات في الماضي كذا كذا كذا، ويقول لك كلام عام. انت عملت مشكلة مع ابوك؟ ما انا اكيد في يوم من الايام عملت مشكلة مع ابويا. كلنا. لا بص انت في خير هيجي لك قريب، يحصل لك كذا شر ورا بعض، بقى يحصل لك خير. ده هو الراجل قال لي كذا. فخلينا نقول ان انت تبعد عن الموضوع ده تماما، لان انت ذهنك كله ارتبط بيه. وما تخليش شوية ورق او شوية قهوة او انت اتولدت في يوم ايه، التوائم الاتنين بيتولدوا في نفس اليوم في نفس الساعة، ومع ذلك ده بيبقى حظه حلو وده حظه وحش، فما تعتمدش على الحاجات دي خالص. اغلب الحاجات ديت بتبقى عبارة عن شطارة من الراجل، نوع من انواع ان هو بيعرف ينصب، بيعرف يتنبأ. وادينا شفنا مثلا في اول 2020 الناس كلها طلعت تنبؤات، السنة حلوة السنة حلوة، وهيحصل كذا، وفي الرئيس بيقول ان هيحصل له كذا وده هيحصل له كذا، وهتسافر كتير ومش هتسافر كتير، وكل ده طلع حقص. يعني تقريبا كل التنبؤات اللي قالت في التلفزيون مفيش حد فيهم قال ان في وباء هينتشر وان ده هيحصل، لا كله كان ايه بيقول نفس الكلام اللي بيكرره كل سنه وما بيحصلش. بس ممكن واحد يعني الراجل تنبأ ب 20 حاجه، ممكن 2 فيهم يحصلوا، فبعد كده السنه اللي بعديها ما يجيش يقول لك غير 2 دول، يقول لك ده انا تنبأت بكذا وتنبأت بكذا. طب وال 18 حاجه اللي انت تنبأتهم غلط؟ طنش. تمام؟ فما تشغلش بالك ان واحد قال لك حاجه وحصلت، ما ممكن يكون قال لك حاجات كتيره في النص وما حصلتش، بس انت تركزت على نقطه معينه. تمام؟ ففي حاجه بتبقى معتمده على السنس، معتمده على معلومات، وبالذات دلوقتي اللي هو مثلا بيستخدم الكمبيوتر او بيستخدم البيج داتا. ممكن يكون واحد بيرى البخت، بس هو بيستعين بالبيج داتا بان هو يتنبأ بحاجات انت ما تتوقعهاش. خلينا ناخد مثال. في واحد دخل السوبر ماركت ومتضايق قوي وبيتخانق مع الراجل، فبيقول له خير؟ قال له انتوا بتبعتوا دعايه لبنتي، وبنتي لسه صغيره قاصر وما تعرفش حاجات، وانتوا بعتين لها حاجات خاصه بالمتزوجات او الحوامل، فانتوا غلطانين. فالراجل قال له معلش انا بعتذر. بعد كام يوم الراجل جه قال له ده انا اللي بعتذر لك، انا اكتشفت ان بنتي حامل. اكتشف ان بنته حامل. تمام؟ ازاي؟ هم الكمبيوتر بيقعد يحدد الواحدة من غير ما تاخد بالها، لما بيكون مثلا في فترة معينة في حمل، في بداية الحمل بتستعين بصابون معين من غير ما هي تاخد بالها، بتاخد حاجات معينة وهكذا. فهو اوتوماتيك اول ما بيلاحظ زي كده بيبعت لها الحاجات اللي الخاصة بالحوالي. فده يعني بيج داتا. مش معنى كده ان هو قرر لها البخت ولا قرر لها حظك اليوم او قرر لها الكلام ده كله، كلام ده فارغ. هو بيعتمد على ان هو بيقول حاجات كتيرة وبيقول لك كذا كذا كذا، يمكن واحده فيهم تحصل. ده انا بتكلم عن الناس اللي هي بتقعد تتنبأ وتقرا البخت والحاجات دي كلها. وفي حاجات اللي هي القانون الحتميه، ان لازم هيحصل حاله وفاه في السنه دي، لازم تحصل حاله زواج. ما هو لو لك حصل حاله زواج، في حد من عيلتك هيتجوز قريب؟ ما اكيد في حد من عيلتك هيتجوز قريب. انت لو بصيت على الفيسبوك هتلاقي ما فيش شهر غير لما حد قريبك بيتجوز وحد قريبك بيموت. ده قانون حتميه. تمام؟ وهكذا. هقول لك قصة بسيطة حصلت لي في أولى إعدادي وأنا قاعد كده. لقيت واحد بيقول أخدنا فيه كتاب اكسرسايز ضايع،
مين صاحبه. فانا قلت له كلام عادي جدا، قلت له مثلا 7 نقط، اول نقطه مثلا ايه، قلت له الكتاب جديد، فالراجل قال لي اه، قلت له معرفش اسم، قال لي اه، فقلت له ما فيش حاجه اتحلت فيه لسه، قال لي اه صح. المهم قعدت اقول له كذا حاجه، والراجل اقتنع تماما 1000000% ان انا صاحب الكتاب، فجاي يدهولي، قلت له الكتاب مش بتاعي، فبيقول لي انت قلت كل حاجه صح. انا الكلام ده انا في اولى اعدادي، فبيقول لي الكتاب بتاعك اهو، قلت له لا مش كتاب، انا الكتاب بتاعي ما جبتوش النهارده. فبيقول لي ما انت عارف كل الحاجات دي ازاي؟ قلت له ما لو عليه اسم كنت ندهت على اسم صاحبه. لو احنا لسه ما خدناش ولا درس في الكتاب، الكتاب جديد، لان احنا فعلا ما استخدمناهوش. كل الحاجات اللي انا مش فاكرهم كلهم حاجات استنتاجيه، حاجات بالمنطق، حاجات بالفكر. هو الشخص ما اقتنعش، قال لي بص انا وقت الكتاب بتاعي خده وريحني، تمام. هي كانت من اعتماد على قرايه او تخمينات، تمام، والحمد لله انها كلها طلعت صح يعني. فهو فكر انا في كده، ما تفكرش ان انا لازم اقرا حظك اليوم وتخلي مودك على حظك اليوم، او ان حد يتنبأ لك، او ان حد يقرا لك البخت، او ان حد يقرا لك الفنجان، او حد يقرا لك الكون في الايد. انا قريت كام كتاب في الكون في الايد، كلام سطحي ممكن يحصل لكل الناس، ويعني وحظك اليوم برضه لما تقرا. انت مثلا انت ما تعرفش، انا ما اعرفش ان برج ايه يعني، انا ما قلت 23 ديسمبر، ما اعرفش ده برج ايه ولا برج ايه ولا كذا، بس ايا يعني يكن يعني، لو انا افترضت ان انا برج العقرب او برج بتاع، ما هتقرا الكلام هتلاقي كلام عم هتحصل لك يعني. انت حط في دماغك ان انت بدل ما انت برج الحمل مثلا وبرج الجدي ما اعرفش، اقرا اي واحد تاني وافترض ان هو بتاعك، هتلاقي اه انا مصدق اللي بيكتب الكلام ده. الناس بتاخد اي كلام تحطه خلاص، يقول لك ايه خبر سعيد هيحصل النهارده، يعني كلام حلو وبيتفائل، بس لما ترتب مودك عليه هتلاقي نفسك انت مش واثق من نفسك. انت اللي بتبني حياتك وانت اللي بتنظم حياتك، مش لان انت قلت في يوم كذا، او ان خطوط ايدك كذا، او انت شربت قهوه كذا. انت اللي بتعمل حياتك وانت اللي بتبني مستقبلك، وربنا مش هيحاسبك عشان انت اتولدت في يوم كذا فهتبقى تصرفاتك كذا وحياتك كذا. لا، توكل على الله، انسى كل الحاجات دي، شيل الموضوع كلها من دماغك، تفائل، وان شاء الله كل خير.